بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من درس الدالة التألفية. تحديد تعبير ديال الدالة التألفية، يعني نعرفوا القيمة ديال أ ونعرفوا القيمة ديال ب. تحديد دالة التألفية بمعنى خصنا نعرفوا العدد أ والعدد ب شنو كيساوي لينا. الدالة التألفية تكتب على شكل AX زائد ب. إذن دالة تألفية، إذن دالة تألفية من كنقول دالة تألفية كنكتب واحد التعبير ديال f دو x كيساوي ax زائد b. من كنقول تحديد دالة تألفية، السؤال غادي يكون هو تحديد دالة تألفية. من كنقول تحديد دالة تألفية خصنا نعرفوا القيمة ديال a ونعرفوا القيمة ديال ب. صافي، السؤال غادي نكتبكم بالالوان باش يجي واضح. اذا السؤال اللي غنجاوبو عليه اليوم هو تحديد الداله التالفيه. ملي كنهضروا على التحديد ديال الداله التالفيه بين قوسين خصنا نعرفوا ا و ب. صافي، اذا خصنا نحددوا ا و ب. شكون اللي خصنا نحدوه الاول؟ كيتم تحديد المعامل ا اذا ما كانش معروف. تحديد اول حاجه غنشوفوا تحديد المعامل، وثاني حاجه غيتم تحديد، ملي كنقول المعامل كنقول ا، تحديد ب. باش يمكن لي نحدد العدد ا عندي علاقه هي ا كتساوي اللي خدمناها في اخر حصه، اف لاكس 2 ناقص اف لاكس 1 مقسومه على x2 ناقص x1. هذه المساله راه حنا خدمناها في الحصه اللي فاتت. من كنهضر على تحديد العدد b، هنا حنا ضروري يكون عندنا واحد المعلومه، هو انه غادي يكون نحتاج الى عدد وصورته. عدد وصورته، السؤال اللي غنجاوبو عليه تحديد معنى a و b. نعرفوا القيمه ديال a ونعرفوا القيمه ديال ب. اول حاجه خصنا نعرفوا ا بالعلاقه اللي عندنا. ثاني حاجه باش يمكننا نعرفوا ب كنحتاجوا لواحد العدد والصوره ديالو. عطيتو مثال، غادي نشوف لي كومونتير ونشوف الوليدات اللي دخلوا معنا عاد نبداو ان شاء الله. هذا كان واحد التقديم للحصه ديال اليوم، شنو غادي يكون فيها ان شاء الله بحول الله. اذا سيتم انا كنحاول نشوف معكم تانا اللايف باش نكون متبع وعارف شنو اللي كيطرى في الفيديو، الى وقف، الى كان مضبب او لا شي حاجه. برمن لكم شويه على ما نقاد اللايف. نتمنى تكون الصورة واضحة وكل شيء واضح مشكل. السلام عليكم. أم مروة، أميمة، أمين، عبد الله متوكل، فاتين، بلال، ختام، عبد البال، ما عرفتش نقرا سميتك. عليكم السلام ورحمة الله. فاطمة الزهراء، عليكم السلام ورحمة الله. إذا كيف ما قلت هند، مرحبا بك بنتي. اذا كيف ما قلت الحصه ديال اليوم الهدف منها هو تحديد الداله التالفيه او تعبير الداله التالفيه، بمعنى تحديد القيمه ديال ا و ب. لتحديد القيمه ديال ا هي الاولى كنبداو بها. لتحديد القيمه ديال ا كنخدموا العلاقه اللي خدمناها في اللي تمرنا عليها وشرحناها في الحصه اللي فاتت، هو ان ا كتساوي اف دو اكس 2 ناقص اف دو اكس 1 مقسومه على اكس 2 ناقص اكس 1. الصور من الفوق والاعداد لتحت، وخصنا يكون في نفس الترتيب. شرحنا هذا الشيء وخدمناه في الحصه اللي فاتت. لتحديد ب نحتاج الى عدد وصورته. السلام عليكم الوليدات اللي كيجيو، مرحبا بكم. دونك فوالا،
داكشي علاش غنزيدو نتسنى عافاكم واحد ولو غير دقيقه. راضيه، مرحبا راضيه. دابا غنزيد نتسنى ولو غير دقيقه الا جات على خاطركم، باش الوليدات اللي مازال ما التحقوش بينا يلتحقوا بينا. داكشي علاش غنعطي واحد التطبيق صوبوه، اللي عرف اللي ما عرفش ماشي مشكل، انا به غادي نشرح لكم. اللي عرف يصوب مزيان، اللي ما عرفش ماشي مشكل. غادي يكون عندنا جوج ديال المعطيات صافي. غادي نمسح هذه لان كتبتها غير اعتباطا، ما كتبتش ما خديتش بعين الاعتبار الاخر. اذا غادي نقول باللي اف ديال جوج تساوي خمسة، و اف ديال ثلاثة تساوي سبعة. هاد المعلومات بجوج نخدمهم باش نحدد ا و بي. هنا غادي تخدم مثلا بجوج وخمسة. نتمنى تكون واضحة. انا غادي نشوف في اللايف الكتابة. اذا غادي نخدمو اف لاثنان تساوي خمسة، نكتبها مزيان. اف لاثنان تساوي خمسة و اف لثلاثة تساوي سبعة. نقدر نخدم بهذه هي اكس واحد وهذه اكس جوج. اول مرحله شنو غنديرو؟ غنحددو التعبير ديال ا. من غادي نلقى ا خصني نحدد التعبير ديال بي. غادي نخلي لكم واحد دقيقه ولا جوج، المهم واحد شويه ديال الوقت، منها نتوما ديروا محاوله باش تستافدوا، ومنها ننتظروا الاصدقاء ديالكم يجيو باش يتبعوا معنا صافي. يلا ديروا شي محاوله واللي يلقاها يكتب لي جواب في لي كومونتير، غادي نقول له واش صحيح ولا. يلا الله يعطيكم. وي صبار، حنا عاد بدينا. راني شرحت باللي الحصه غادي يكون هي تحديد الداله التالفيه اولا تعبير الداله التالفيه. ومن كنقول تحديد تعبير الداله التالفيه كنقصد خصنا نعرفوا ا ونعرفوا بي. غادي يكون عندنا جوج المعلومات، مثلا اف جوج تساوي خمسة و اف لثلاثة تساوي سبعة، وخصني نعرف ا هي الاولى ومن موراها نعرف بي. باش نعرف ا درنا القاعده البارح، خدمناها البارح ولا البارح، كنعتذر ما بقيتش عاقل، ولا البارح وقيلا، اللي درنا فيها التحديد ديال المعامل ا آه. اللي هو اف دو اكس جوج ناقص اف دو اكس واحد على اكس جوج ناقص اكس واحد. غنطبق نفس القاعده باش نعرف ا آه. ومن وراها الحاجه الجديده اللي ما شرحتش واللي راحنا خدمناها في معادله مستقيم، هي تحديد بي. بحال تحديد الارتب عند الاصل في معادله مستقيم، بحال تحديد بي هنايا. هند مفيد، برافو، ما عندي ما نتسالك. يلا نحاولوا نحسبوا. برافو ختام. يلا يلا وليداتي نحاولوا نخدموا كاملين كاملين. هذه هي الحصه اللي غتستافدوا منها بزاف، لان كتكون في اللايف كتعرف راسك واش متبع واش فاهم واش لا. الا كان شي سؤال طرحوا عليا. فاتين برافو، جوج، راضيه اكسلون، الله يعطيك الرضا راضيه جوج. بلال ا تساوي جوج، الله يعطيكم الرضا، ما عندي ما نتسالكم. يلا حتى الوليدات الاخرين يخدموا عافاكم. يلا يلا نخلي لكم شويه ديال الوقت وليداتي اللي حسبتو ا، نشوف واش تعرفوا تحسبوا بي. بي راني قريتها لكم في القسم، تحديد المعامل ارتب عند الاصل ديال المستقيم. اذا عقلتوا عليه كي كنديروا نحددوا بي، الارتب عند الاصل لمستقيم. بنفس المساله كي غنحددوا الارتب عند الاصل بي. متوكل برافو عليك، ا تساوي جوج، عندي ما نتسالك. أميمة برافو، ا تساوي جوج، اكسلون.
يلا عطيونا التعبير دبي. يلا وليداتي يلا غادي نوض ندير التصحيح، ربما نسيتو الطريقه باش كنحددو بي، ماشي مشكل، انا غندير التصحيح باش نعرفو. اذا غنبداو بالعمليه ديال ا، غنمسح هاد العلاقه باش نولي نكتبها صغيره تقدني البلاصه. اذا ا تساوي اف اكس جوج ناقص اف لاكس واحد مقسومه على اكس جوج ناقص اكس واحد تساوي خاصها تكون منفصل بالكسر. غادي نعوض، انا غادي نختار اف ديال جوج هي الاولى، هنا غنكتب اف لي 2 ناقص اف لي 3 لتحت بلا ما نفكر. هاد جوج هادي اللي بين الاقواس هي اللي غتكتب هنا ناقص، وهنايا تا 3 غتكتب هنا. من بعد غادي ندير التعويض، اف لي 2 هاي اف لي 2 تساوي 5، في بلاصتها غادي نكتب 5 ناقص ديال العلاقه اف لي 3 تساوي 7، غادي ندير هنا 7 قسمة 2 ناقص 3 هي ناقص 1. عددان مختلفة الإشارة، كناخد الإشارة ديال الأكبر وكنفرقهم. عددين مختلفين الإشارة، غناخد الإشارة الأكبر اللي هي الناقص وغادي نفرقهم. 5 ناقص 7 ما يمكنش، 7 ناقص 5 هي 2، إذا ناقص 2 على ناقص 1 هي 2. فوالا درنا التحديد ديال المعامل أ. عندي ما نسألكم دابا، خصنا نحدو الأرطوب عند الأصل اللي هو بي أو لبي. برافو عليك راضي، الله يعطيك الصحة. إذا غادي نمشي يا سيدي، غادي نحدد بي. كي غندير نحدد بي، يلا تبعوا معايا وغادي نفهموه، راه بسيط ماشي شي حاجة. غادي ناخد كيف ما قلت لكم اف لي 2 تساوي 5. حنا كنعرفو بلي الدالة التآلفية كتكتب على هذا الشكل، هذا ا اكس زائد بي، يعني اف x تساوي ax زائد b، لان هذا لا تآلفيه. لقينا ا، شحال كتساوي ا؟ هي جوج، اذا هاد ا هادي غنعوضها بزوج. اف لي 2 تساوي 2، سمحوا لي هنا اف لي x بحيث مازال ما عوضش، تساوي 2x زائد b، لانني لقيت ا في السؤال اللي قبل. شنو المعلومه اللي اختاريت انني نخدم بها؟ اختاريت انني نخدم اف لي 2 تساوي 5. شنو المعنى ديالها؟ غنعوض اكس بشحال؟ شوف اكس هي اللي داخل في الاقواس، ب 2. اف لي 2 تساوي 2 اكس زائد بي، وهاد اف لي 2 شحال كتساوي في المعطيات؟ شحال قالوا لي في المعطيات؟ هي 5، يعني غنكتب هنا 5 تساوي، سمحوا لي حتى هنا خصني ندير 2 في 2. علاش؟ لانني عوضت اكس ب 2، فين ما كانت اكس غادي نكتب بلاصتها تساوي 5، هاد اف لي 2 عوضتها ب 5، 2 في 2 تساوي 4 زائد بي، وهذه معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد اللي غادي تعطينا بي تساوي 1. وهكذا قدرنا نحددوا التعبير ديال الداله التآلفيه اللي غادي تكون هي 2 اكس زائد 1. غادي نشوف لي كومونتير ديالكم ونخلي لكم تنقلوا شويه وتطرحوا عليا الاسئله الناس اللي ما فهموش، وغنزيدوا نصوبوا امثله واحده اخرين. كل ما عطيتكم العمليه خصكم تحاولوا تصوبوها باش تتعلموا باسرع وقت. يلا وليداتي اللي عنده شي تساؤل ما يترددش، سولوني.
إذن كننتظر واش تقولوا لي واش فهمتوا ولا لا. للاسف ما كاينش لي كومونتير او لا ما كيوصلونيش بسبب الانترنت. لا مزيان الحمد لله. يلا غادي نعطي مثال واحد اخر ونشوفوا واش غادي تعرفوا تصوبوه ولا لا. غادي نمسح شويه هذا الشيء هذا فوالا، نخلي هذا التنظيم باش يعاونكم تفهموا على الله وعسى الا كان غيعاونكم، كانش غيعاونكم تقولوها لي فوالا. في الاول غنديروا تحديد ا دائما نفس العلاقه غاديش تبدل، ومن موراها تحديد ب. اذا غادي نعطيو المعلومات دابا التاليه. غادي نقولوا بلي اف ناقص واحد تساوي ثلاثة، و اف لي أربعة تساوي ناقص سبعة. يلا خصني نحدد ا ونحدد ب. يلا الله يعطيكم الرب، نعطيتكم المعلومتين اللي خصكم. يلا نحاولوا نحسبوا القيمه ديال ا ونحسبوا القيمه ديال ب. هين مفهوم اميمه ما فهمتش الساد وي، غادي نعاودها بنتي اميمه. بالنسبه لهذا ب غادي نعاودها عاوتاني ان شاء الله. حسبي ا وانا غنولي نزيد نشرح ب ان شاء الله، من نكتبها غادي نزيد نشرح ان شاء الله. سلام سيمو العالمي، تعطلت يا صاحبي. يلا حاولوا تحسبوا لنا ا و ب في هذه الحاله هذه، وتكتبوا لي التعبير ديال الداله ديالكم. يلا الله يرضي عليكم. ختام برافو عليك، ما عندي ما نسالك. ا تساوي ناقص اثنان، دابا خصك تحسبي بها ختام. راضية اكسلون بنتي، ا تساوي ناقص اثنان. ماشي مشكلة سيدي السي محمد العالمي، المهم هو تخدم اودي. اهلا بنتي قراري مريم، سي محمد مرحبا بك ولدي. يلا وحاولوا تصوبوا ختام ب كتساوي تسعة. لا ب ختام ما لقيتيهاش مزيان، حاولي تعاوديها. هند مفيد ب تساوي واحد، برافو هند، يعطيك الرضا هند. يلا عاوديها ختام، عاوديها. يلا الوليدات الاخرين وحسبوا الله يعطيكم الرضا. فاطمة الزهراء، سي محمد، مريم قراري، متوكل، رحاب، ا تساوي ناقص جوج، برافو زيد. يلا
أميمة برافو A تساوي ناقص جوج. فاتن برافو A تساوي ناقص جوج. اكسلون ترافاي. زيد أسيدي زيد كتر بيال. راديا بي تساوي واحد. الله يعطيك الرضا بنتي راديا. راديا كتساليني الشوكولاط ان شاء الله مين نرجعو. الله يعطيك الصحة. يلا نزيدو نخدمو الله يعطيكم الرضا. انا شويه غنوض نصحها. الوليدات اللي حسبوا سلاو الى كنعتذر دائما بعض المرات كيتقطع الفيديو مشكل ديال الكونيكسيون راكم عارفين. برافو فاتين بي تساوي واحد. متوكل بي تساوي واحد. الله يعطيك الصحة ما عندي ما نسالك. برافو عليكم. ختام بي تساوي واحد. زادونا شهر في الحجر الصحي. شوف يزيدونا شهر يزيدونا قل الحجر الصحي تزاد شهر. سبحانه وتعالى كبير ان ربي رفع علينا الوباء قبل ما يتسالى هاد الشهر. يعني لا قدر الله ولا بغى ربي ورفع علينا الوباء قبل ما نشهر غادي نرجعوا قبل ما نشهر. كلشي عند الله قريب. اللي علينا غير ندعي الله سبحانه وتعالى ونديروا الاسباب. يلا سيدي غادي نصوبوا ا. اذا غادي نختار مثلا اف لناقص واحد ناقص اف لاربعه. انا اختاريت هذه الاولى هذه الثانيه. اختار اللي بغيتي ما كاينش مشكل. والتحت غادي نكتب بدون تفكير هذاك الشيء اللي في الاقواس ناقص واحد ناقص أربعة. وغادي نعوض كل حاجه بالقيمه ديالها. اف لي ناقص واحد شحال كتساوي ثلاثة ناقص ديال العلاقه شحال هي اف ديال أربعة ناقص سبعة مقسومه ناقص واحد ناقص أربعة عندهم نفس الاشاره كنحتفظ بالاشاره ديالهم ونجمعهم هي ناقص خمسة تساوي اذا هذه ثلاثة ناقص وبين قوسين ناقص سبعة. خصنا نحيدو داك الأقواس. أقواس مسبوقين بإشارة الناقص كنحيدوهم وكنبدلو الإشارة ديال داكشي اللي لداخل. كانت سالبة غترجع موجبة. إذا غترجع لنا ثلاثة زائد سبعة مقسومة على ناقص خمسة تساوي ناقص زائد عشرة عفوا مقسومة على ناقص خمسة. عشرة مقسومة على ناقص خمسة هي ناقص اثنان. وحنا لقينا المعامل الموجه اللي هو نحسبو بي. باش نحسب بي بعدا هذا التعبير غيتبدل. علاش؟ لانك عرفتي دابا اذا اف دو اكس تساوي ناقص 2 اكس زائد بي لان اصافي عرفناها غنكتبو القيمه ديالها. غادي نختار نخدم بهادي ولا بهادي بحال بحال اللي اختاريتي مزيان. نختار مثلا انا الاولى اف لي ناقص 1 تساوي اكس غنعوضها بناقص 1 هي ناقص 2 مضروبه في ناقص 1. انت شوف هاد اكس اللي بين القوسين عوضتها بناقص واحد زائد بي. اف لي ناقص واحد كنعرف القيمة ديالها راه عندي في المعطيات هي ثلاثة. إذا في بلاصة هادي غادي نكتب ثلاثة تساوي ناقص اثنان في ناقص واحد سالب في السالب كيعطينا عدد موجب. اثنان في واحد هي واحد لا عفوا اثنان زائد بي قبالي مع الجواب غيخرج واحد. هذه معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد. شنو غنديروا هاد زائد 2 غتجي لنا شنو غترجع ناقص 2. اذا 3 ناقص 2 تساوي بي. اذا احنا لقينا بي كيساوي 1 وغنرجع لهنا ونكتب التعبير هي ناقص 2 اكس زائد 1. يلا غادي نشوف لي كومونتير. قبل ما نشوف لي كومونتير ديالكم غادي نمسح هذا التعبير هذا ولا نخليكم شويه تنقلوه ما عرفتش. نمسح التعبير ونعطي عمليه واحده اخرى ميم قراري ناقص جوج مزيان هيبه الصبار. برافو عليكم ما عندي ما نسالكم. اسامه الجهادي الله يعطيكم الرضا.
فوالا. اذا هذا هو، عاوتاني غادي نشوف لي كومونتير ديالكم وليداتي، الا كانت شي حاجه ما واضحاش ما مفهوماش نشرحها، ما كاين حتى مشكل. اذا غنوليو نعاودو السؤال، غنمسح بعدا هاد المعطيات باش نكتب لكم مثال واحد اخر. غادي ناخذ مثلا اف لواحد تساوي 8، يا اف لواحد تساوي 8 و اف لناقص واحد تساوي، يلا نحددو عاوتاني ا ونحددو ب. يلا الله يعطيكم الرضا. انا غادي نخلي شويه داك الكتابه في السبوره باش تنقلوها وعاد نكملو. للاسف كاين مشكل في الكونيكسيون، كيتقطع اللايف وكيرجع. بس الدرس هاد بوكو كنديرو ا طريقه و ب طريقه، علاش ما نديروش نفس الطريقه؟ الامر سهل الصبار، ا بوحدها و ب بوحدها، كل وحده عندها طريقتها باش كنخدموها. بنتي ما يمكنش يكون عندهم نفس الطريقه حيت ماشي نفس الحاجه. ا هو المعامل و ب هو المرتب عند الاصل، اذا ما خصهمش يكون عندهم نفس الطريقه. وكنعتذر منكم وحده اخرى، مره واحده اخرى على اللايف، واقيلا كيتقطع لا عندكم لا عندي حيت المشكل ديال الانترنت. يلا غادي نمسح ونخليكم تحسبوا لنا الثانيه. يلا يلا الله يعطي وليداتي الرضا. هذا التعبير غنخليوه كيلاش نمسحوه فوالا ونحسب. يلا حسبوا لنا الله يعطيكم الرضا وبي، وغنشوف لي كومونتير. صبار الا فهمتي الجواب اللي قلت لك سي بون، ما فهمتيش زيدي سوليني. ريحاب فهمت كل شيء الحمد لله. الصوره ما واضحاش مزيان، انا نشوفها بنتي راضيه. نتمنى تكون ولات واضحه دابا شويه راضيه. يلا نحسبوا ا و ب. برافو ريحاب، راكي حسبتي ا صحيحه. عندي ما تسالك ريحة، الله يعطيك الصحة. راكم عارفين اني انا مبلي بالماء، غادي نمشي نجيب شريبة ونجي. يلا حنا خصنا ندوزو المعلومه باي وجه كان وصافي، والفيديو غادي يبقى بجهد الله سبحانه وتعالى. مازيان الله يعطيكم الرضا. الوليدات اللي كيحسبوا ما عندي ما نقول، اكسيلون ترافاي. متوكل ب ما كتساويش ناقص 4 وما ما ما كتساويش 10، غلطتو في الحساب اللي عاودو. الوليدات اللي سالوا هذه العمليه، اللي صوبوا هذه العمليه اللي عطيتكم في الصبوره، يقدروا يخدموا التمرين 16 و 17 من الكتاب المدرسي الصفحه 88، راه نفس الخدمه. ب كتساوي ناقص 32، لا راك غلط في الحساب، واللي عاود الحساب الاخ اللي اوكيبي. كيف ما قلت الوليدات اللي سالوا يقدروا يمشيو يخدموا لنا التمرين 16 و 17 من الكتاب صفحة 88.
يلا غادي ندير حتى انا التصحيح باش نصوبو عمليه واحده اخرى في السبورة مجموعين. اذا دائما التعبير ديال ا واضح. غادي نعوض، ناخذ اف ديال واحد هي الاولى ناقص اف ديال ناقص واحد مقسومه على هذوك اللي داخل في الاقواس بدون تفكير، واحد ناقص ناقص واحد، حيت ناقص الاولى ديال العلاقه ما كنهضرش عليها، والعدد الثاني كنكتبو كيف ما هو بالاشاره ديالو، يا كان سالب يا كان موجب تساوي. يلا اف دو واحد 8 ناقص ديال العلاقه اف ديال ناقص واحد غنعوضها بناقص اثنان، فوالا مقسومه واحد ناقص ناقص واحد هي واحد زائد واحد، اقواس مسبوقين باشاره الناقص، كنحيد الاقواس بشرط انني كنغير الاشاره ديال الداخل. نفس المساله غنطبقها الفوق، هي 8 زائد 2 على 2 هي 10 مقسومه على 2، اذا ا تساوي 5. باش نحسب ب خصني ا بعدا نكتب في بلاصه هذاك القيمه اللي لقيت 5، اذا اف اكس تساوي ا، ما بقاش معروف مجهول ولا معروف، 5 اكس زائد ب، وناخذ وحده فيهم نخدم بها واحد ولا ناقص واحد اللي بغيتي، اف لي واحد تساوي 5. دابا اكس ما بقاش مجهول ولا معروف لانني كتبت ما بين الاقواس واحد، اذا هنا في بلاصه هذه اكس غنكتب واحد زائد بي، هاد اف لي واحد عندي في المعطيات تساوي 8، 5 في واحد هي 5 زائد بي. اذا هذيك الخمسة شنو غادي ندير، غادي ناخذها ندوزها للجهه الثانيه معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد، كانت زائد 5 من غتجي لهنا غترجع ناقص 5، 8 ناقص 5 تساوي ب، اذا ب تساوي 3. نتمنى من الله يكون واضح هذا الشيء. هذا اللي عنده شي سؤال ما يترددش مباشره، طرح عليا السؤال في الكومونتير باش نجاوبك. برافو عليكم، بزاف ديال الاجوبه صحاح، الاجوبه صحاح غير نسها شي مره، ما عندي ما نقول اكسلون ترافل. يلا غادي نعطيكم التمرين، المعطيات اللي عندنا في التمرين 16 كيف ما قلت للوليدات اللي سالوا قبيله، تمرين 16 و 17 من صفحة 88 كتاب ديالكم. اف ل 2 تساوي 1، اف ل 2 تساوي 1، و اف لناقص 3 تساوي ناقص 1، اف لناقص 3 تساوي ناقص 1. يلا سيدي عطينا التعبير ديال ا وعطينا التعبير ديال بي، يلا كلشي حسبنا التعبير ديال ا والتعبير ديال ب. يلا بسرعه، يلا واللي حسب يكتب لي في لي كومونتير. يلا بسرعة الله يعطيكم الرضا. برافو هند، برافو راديا، ما عندي ما نسالكم. برافو برافو اوكيبي، عندي ما نقول، اكسلون ترافاي. امين برافو راديا، بي كتساوي واحد على 5، الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة راديا. برافو هند، انت هند ما عندي ما نسالك، انت وريحان. يلا فاتين اكسلون ترافاي، كلكم مزيانين. يلا زيد، اللي ما حسبش بي يزيد يحسب بي، اللي سال التمرين 16 يدوز للتمرين 17.
الله يعطيكم الرضا وليداتي. غير واحد المساله نبغي ننبهكم ليها، الوليدات اللي فاهمين مزيان واللي عارفين مزيان واللي كيخدموا بزاف وكيجاوبوا وكيفهموا بالزربه، يعذروني انني ما نقدرش نزرب بزاف وما نقدرش ندير الحصص شاك جور، لان الوليدات اللي محتاجين شويه الدعم وانتم فاهمين هذه المساله ما باغيش نهرب عليهم. دونك نتوما صوبوا التمارين في اي درس اللي قريتك اللي مازال ما قريتكش اي حاجه، صوبتي شي تمارين وخدمتي وجتهدتي وبغيتيني نصحح لك، ما كاين حتى مشكل، الواتساب كاين، صور صيفط لي ونقول لك واش صحيح ولا غلط. كنقولها لك من هنا نقدر نتعطل عليك شي شويه بعض المرات، لانكم عارفين بزاف ديال الوليدات بزاف ديال الحصص ا ديسطونس وداكشي، نقدر نتعطل عليك شويه، ولكن ثق بيا راني غادي نجاوبك. خدم وصيفط لي باش نجاوبك كوم سا باش انت تستافد اكثر، باش ما نجيبولكش القنطه وما نبانولكش بلي حنا ما كنخدموش بزاف، ولكن هكا انا بالسي فعليا خصني نمشي غير بشويه. متوكل برافو، اوكيبي برافو، هند الله يعطيك الصحه، امين، اكسلون ترافاي، ما عندي ما نتسالكم، ما عندي ما نتسالكم، برافو عليكم. يلا حتى انا غادي نجاوب معاكم شويه في السبوره نشوف واش نعرف نحسبها. يلا سيدي غادي نقول باللي اف لي 2 ناقص اف لي ناقص 3، ولتحت غادي نكتب ما بداخل الاقواس بدون تفكير، 2 ناقص ناقص 3 ناقص الاولى ديال العلاقه وهذاك اللي بين قوسين كنكتبو كيف ما هو تساوي، اذا اف لي 2 غنعوضها بواحد ناقص ديال العلاقه ديالي، و اف لي ناقص 3 غادي نعوضها بناقص واحد. فوالا 2 ناقص ناقص 3 كنحيدو الاقواس كترجع لنا 2 زائد 3، واحد ناقص ناقص واحد غنحيدو الاقواس حيت مسبوقين بالناقص غتبدل الاشاره تعطينا واحد زائد واحد على 5، اذا ا كتساوي 2 على 5. فوالا اذا هنا حسبنا ا، تعبير ديال الداله ديالي ما بقاش كي كان، اف دو اكس تساوي في بلاصه ا غادي نكتب 2 على 5 اكس زائد بي. فوالا اذا هاد اف دي اكس نختار نخدم باللولة ولا الثانية باش ما بغيت، نخدمو مثلا باللولة، اف لي 2 تساوي 2 على 5 اكس ما بقاتش مجهولة ولات كتساوي جوج هذاك اللي داخل في الاقواس زائد بي. فوالا هاد اف لي 2 غادي نعوضها بواحد بالقيمة ديالها، 2 في 2 هي 4، 4 على 5 زائد بي، معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. للأسف راني مشغول شوية، راني مازال عاقل ومازال عند كلمتي، ندير الوليدات حصص في اليوتيوب وهنا اون ديريكت في الفيسبوك على توحيد المقام، صافي نعرف الوليدات كيحتاجوا بزاف توحيد المقام والإشارات، إن شاء الله غادي نكون عند وعدي معاكم وغندير حصص ديالي. هاد 4 على 5 غتجي لهنا غترجع سالبة، واحد ناقص 4 على 5 تساوي بي. هنا توحيد المقام وليداتي للأسف ما باغيش نضيع هاد المعلومات اللي كنعطيكم دابا، نكتب النتيجة مباشرة بي تساوي واحد على 5. يلا ندوزو للتمرين 17، يلا الله يرضى عليكم وليداتي. فاتين برافو برافو، ما عندي ما نسالكم، العفو سي أمين هذا واجب، الصبار فهمتي مزيان، هذا فضل الله بنتي علينا كاملين. ها برافو عليكم برافو، عندي ما نسالكم ما عندي ما نسالكم، الله يعطيكم رضا وليداتي، اكسلون ترافاي، ما عندي ما نقول، ما كتخليني مرات كتغلطوا شويه في الاشارات ولا في الحساب، مساله عاديه ما كاين حتى مشكل، خصني نتمرن بزاف باش نتجاوز هذا المشكل، هذا خصني نتمرن بزاف ديال التمارين، كل نهار نعطي سويعه مثلا، وافضل حاجه افضل نصيحه الحجر تزاد شهر، ما عارفينش وليداتي الله سبحانه وتعالى. اذا مزيان غندوز نصحح التمرين رقم 17 معاكم، ما عرفتش واش نبه اللايف دايز واقف في البيسي، هذا
للاسف مشكل كبير في الانترنت في هذه العشيه. كاع العشيات كيكون مشكل ديال الانترنت، لان هذه القيم غتبدل. دابا غيرجع عندنا اف لي ناقص 4 تساوي 6 واف لي 3 تساوي 9. اف لي 3 تساوي 9 واف لي ناقص 4 تساوي 6. فوالا هكذا. اذا غادي نحسب معاكم يا التعبير ديال ا هو الاول، اف دو اكس 2 ناقص اف دو اكس 1 على اكس 2 ناقص اكس 1. نختار اللي بغيت، نختار مثلا اف ديال 3 هي الاولى ناقص اف لي ناقص 4. فوالا. من بعد هذوك اللي داخل في الاقواس كنكتبهم من تحت بدون تفكير، 3 ناقص ديال العلاقه ناقص 4. فوالا. اف لي 3 شحال كتساوي؟ 9 ناقص اف لي ناقص 4 6. مزيان. ناقص 4 ترجع زائد 9 ناقص 6 3 و 3 زائد 4 7 صافي. مزيان. نحسبو دابا بي، ولكن بشرط ان ا دابا ولات القيمه ديالها معروفه. اف لي اكس تساوي 3 على 7 اكس زائد بي. نختار نخدم بشي وحده الاولى ولا الثانيه. انا نفضل الاولى حيت فيها الاعداد الموجبه، خصني نخدم بذكاء، ما نمشيش نخدم بالاعداد السالبه وانا ما كنتقنش الاشارات، نخدم الاعداد الموجبه. اذا اف لي 3 تساوي 3 على 7 في دابا اكس ولات معروفه هي 3 زائد بي. هاد اف لي 3 بشحال غنعوضها؟ ب 9 تساوي 3 في 3 9 على 7. وردوا البال الا كان عدد صحيح مضروب في عدد جذري، البسط كنضربو غير في البسط ما نضربوش في 7. معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد غادي تعطيكم 9 ناقص 9 على 7 تساوي بي. دائما نفس المشكل ديال توحيد المقام. اذا انا غادي نحاول نحسبها مباشره ونكتبوا النتيجه. هنا هي 7 63 نقصوا منها 9 54. اذا هذه هي الحساب ديال بي. هنايا من هنا لهنا وليداتي درت توحيد المقام والحساب. يلا غنشوف لي كومونتير باش نشوفوا شنو ندير. واللي خطا في الحساب يشوف فين خطا، ولا بغاني نجاوبوا على شي سؤال يكتبوا لي في لي كومونتير. باش نختموا هاد الحصه هادي على اساس غندير معاكم لايف واحد اخر نهار الاثنين في الصباح ولا في العشيه. دابا نعلمكم ان شاء الله اللي غادي يكون تمثيل بيبياني لداله تالفيه. وبطبيعه الحال دابا وكاع لي فيديو اللي كاينين راهم في اليوتيوب. ان شاء الله غنزيدو لكم في البلاي ليست ديال اليوتيوب باش تلقاوه موجود. للاسف دائما نفس المشكل ديال الكونيكسيون. كنعتذر منكم اوليداتي. اذا غادي نكتب شي وحده اللي تكون شويه سهله باش ما نهربوش بزاف على الوليدات. وبالنسبه للوليدات المزيانين عندي ليهم واحد التمرين زوين شفتو عاد دابا في الكتاب، فيه شويه ديال التفكير، فيه الخدمه، اللي هو التمرين 25. تمرين 25 صفحة 89. هذاك التمرين زوين، حاولوا تخدموه. الوليدات اللي متفوقين حاولوا تخدموه باش نشوفوا شنو غادي تلقاو. يلا بالنسبة للوليدات العاديين، انتم سيدي عندنا اف لي جوج تساوي 9 و اف لي 3 تساوي 14. يلا حسبونا او بالله يرضي عليكم.
فاطمه الزهراء كان عندها شي مشكل في التليفون، ماشي مشكله بنتي، يعني غادي نسالي الفيديو، غادي يبقى هنا في الفيسبوك وغيكون في اليوتيوب ان شاء الله. تحتاجي اي مساعده غير علميني في الواتساب، ومرحبا بنتي، على الرحب والسعه، ما كاين حتى مشكل. هند ا تساوي 5، برافو هند، زيد يلا. يلا حاولوا تحسبوا، الله يعطيكم رضا وليداتي. يلا برافو، أ تساوي 5، قراري أ تساوي 5، الله يعطيكم رضا، زيد. وي راضية، هذاك هو اف ديال 6 تساوي 4 اكس. لا هما طالبين منك راضية حدد الدالة التألفية، يعني خصك تعطيني دالة تألفية ا اكس زائد بي، شحال كتساوي مثلا شي 2 اكس ناقص 3 ولا جو سي با، انا ما عرفتش. برافو عليكم، الله يعطيكم رضا الوليدات اللي كيحسبوا ما عندي ما نقول، اكسلون طرافاي مريم القراري، ختام متوكل، فاتين، اكسلون طرافاي، ما عندي ما نقول، الله يعطيكم الصحه. اذا غادي نطبقوا اف لي 2 ناقص اف لي 3، اف لي 2 غادي نكتب هنا 2 ناقص 3، اف لي 2 غادي نعوضها ب 9 ناقص 14 حيت عوضت اف 3 ب 14، ولتحت 2 ناقص 3 هي ناقص 1 تساوي 9 ناقص 14، كناخذ الاشاره الاكبر هي الناقص، هي 5 على ناقص 1 تساوي 5. باش نحسبوا بي، اف لي بي ولا اف لي اكس تساوي ادبا معروفه اكس زائد بي، نخدموا مثلا بالعدد الاول، اف لي 2 تساوي 5 في 2 زائد بي، اف لي 2 غنعوضوها ب 9، 9 تساوي 10 زائد بي، معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد، هاد 10 غتجي لهنا ترجع لنا ناقص 10 تساوي بي، اذا بي تساوي ناقص 1. نتمنى من الله تكونوا استفدتوا من الحصه وليداتي، تكونوا فهمتوا، تكونوا عرفتوا شي حاجه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى كذلك يلطف بنا ويرحمنا ويرفع علينا البلاء في أقرب وقت. برافو وليداتي اللي كيجاوبوا، الله يعطيكم الصحة. غادي نضطر نوقفوا الحصة دابا، علاش؟ باش نخلي لكم الفرصة فين تزيدوا تراجعوا لي هاد الشيء هذا، على أساس غنديروا لايف إن شاء الله نهار 2 باش غنختم هذا الدرس هذا، غندير تمثيل مبياني لدالة تآلفية. ساليت هاد الدرس هذا غنوجد سلسله تكون مزيانه ديال التمارين اللي كتهضر على الداله التالفيه والداله الخطيه، وغنطلب منكم تصوبوها لي، عاد ندوزو لدرس واحد اخر. خصكم تعرفوا اوليداتي في الرياضيات دابا راه حنا قربنا نساليو، حيت مازال لنا جوج ديال الدروس اللي هما الاحصاء، وهو درس سهل بزاف،
ومازلنا الهندسة الفضائية. غادي نسبق الإحصاء على الهندسة الفضائية، ولكن من بعد ما غنساليو السلسلة ديال التمارين ديال الدالة الخطية والتآلفية. فاتيل العفو، هذا واجب بنتي عليا، ما تقوليش هاد الهضرة هادي، هذا واجب عليا أنني نوقف معاكم ونعاونكم في هاد الفترة هادي. إذا نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون الأمور على خير وبخير معاكم، مع والديكم، مع خوتكم، مع الناس اللي عندكم عزاز. الله يرضى عليكم، ما ننساوش نخدموا ونقراو، بالإضافة لأننا نديرو في بالنا أن في أقرب وقت ولا في أي لحظة أن نرجعو نقراو داك الشيء. خصني نكون واجد، ما خصنيش نبعد على القراية، وخصني نقراو ندير في بالي أنني ربما ما نرجعش نقراو ويعيطوا لي ندوز الامتحان. خصني ندير في الحسبان كل شيء، داك الشيء علاش خصني نخدم، وكنولي نأكد على وليداتي الله يعطيكم الرضا، نخدم على أساس أنني عندي استعمال الزمن. كل مادة غنعطيها الحق ديالها في النهار، نتبع استعمال الله يعطيكم الرضا، وربي غادي يوفقنا، ما غاديش يخيبنا كاملين. نتمنى من الله يتوب علينا ويسمح لنا ويغفر لنا ويرفع علينا هذا البلاء في اقرب وقت، باش نرجعوا للمساجد ديالنا، نرجعوا للمدارس ديالنا، نرجعوا للناس اللي عزازين علينا. الله يوفقكم والله ييسر امركم، واللي صوب شي تمرين وبغاني نصحح له ما ينساش يصيفط لي الله يعطيكم الرضا في الواتساب في اي وقت بغيتي. غادي نشوف التمرين غادي نقول لك صحيح ولا لا، ولا خطأتي غادي نصحح لك. تمرين 25 اللي عطيتكم وليداتي حاولوا تصوبوه، هو صعيب شويه، هضروا معايا في الواتساب الا بغيتوا وغادي نعاونكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الله يرحمنا والله يتوب علينا، وامسية سعيدة والله ينجحكم وليداتي. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، أسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم أن تحفظنا بحفظك وأن تكلأنا بكلائك. اللهم احبسنا بعينك التي لا تنام وركنك الذي لا يضام، واجعلنا في أمانك وضمانك وإحسانك. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك، تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلادنا وبلاد المسلمين، واحفظنا مما نخاف ونحذر، فأنت خير حافظا خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. تحصنا بذي العزة والجبروت والكبرياء والعظمة، اعتصمنا برب الملكوت الحي الذي لا يموت. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا
تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.